حبيبتي من حبيبتي حي هذا خويا التوقيت ما بغيناش هاد التوقيت ما خدامش لينا حنا كنتكرفصوا حنا كنتكرفصوا مع وليداتنا كلهم الدراري اطفال مكرفصين لا في الشقير لا في الثقل لا في الطريق خويا دلة انا حاليا دابا كنهضر معاك باقي ما ناعس ما والو بيت عساس خدام دابا حاليا انا باقي فايق على ودات الوليدات هاد الوليدات مكرفصين هاد الوليدات خاصنا قانون خاصنا الوقت ديالنا اللي كان هو اللي بغينا يبقى خويا الناس اللي بعاد خاصهم ترونسبور خويا الساغة تولي تجي مع العشاء مع الله اكبر كيفاش غدير لهاد الوليدات خويا بغينا ترونسبور دوك الناس اللي بعاد خويا رمضان جاي كيفاش غنديروا الحل لهاد الدراري ملي غيبقاو هادي ربعة الاوقات كيفاش هاد الناس ما غيطيبوا ولا فطور اللي خدام ما غيرتاح اخويا راه بزاف هادشي راه بزاف علينا وكنطلبوا من الاساتذه يديروا لينا حل هادشي هادشي راه ما خدامش لينا راه شحال من مره بغينا نهضروا وشحال من مره بغينا نهضروا معاهم في هاد المواضيع هادشي راه بزاف كلشي 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 وكلهم عموميين كاملين بغيناهم يديروا لنا حل هذا الشيء. ما عجبناه. ما بغيناه. هذا الوقت اللي هذا الوقت اللي كان عندنا في الاول هو اللي بغينا يبقى ديما مزيان لينا حتى حنا، راه كاين اللي ما مساليش لوليداته، راه كاين اللي كيخلي خدمه وكيجي يدي ولاده، بقيت هو اللي بغينا يبقى، ما بغيناش التوقيت يتبدل، حنا بزاف علينا وبغينا الناس اللي بعاد يديروا لهم ترونسبور. راه بنادم مكرفس راه لا اله الا الله محمد رسول الله حنا معذبين في الطريق لا حنا ولا وليداتنا ولدي انا اول مره دابا كيجي غيبقى يمشي ويجي يبقى يمشي ويجي وقصيور صغيور ما فيه ما يبقى يمشي ويجي اصلا كينعس ولدي انا من الناس من الدراري النعاسين كيبقى ناعس مسكين ملي غيجي مع الجوج اكيد غينعس ليها في المدرسه اكيد غينعس في المدرسه غنجيبو مع الثمانيه ونخرجو مع العشره غندي ونعاود نردو غادي ينعس ما فيهاش هادي غادي ينعس يديروا لنا شي حل الله يرحم لك بها الوالدين يديروا لنا شي حل حنا وليداتنا حنا مكرفصين وليداتنا مكرفصين نهضروا اليوم امام المدرسه ديال جابر بن حيان على ودي الدراري جابونا خويا حتى نص العام وقال لك غيبدلوا لنا التوقيت كاين اللي مسكين عنده ظروف وكاينه اللي خدامه على ولادها واخده بروغرام ديالها انها يدخل مع 8 وربع ويخرج مع 6 وربع ويدخل مع الوحده وربع ويخرج مع 8 وربع ويخرج مع الوحده وربع ويدخل مع الوحده وربع مع الوحده ونص ويخرج مع 6 وربع واخده البروغرام ديالها كاين عاوتاني شي ناس ساعة انا بالنسبه لي عندي ساعه قال ترد ديال الطريق ساعه نمشي وساعه باش نجي هذا الشيء راه ماشي معقول وانا كنقولها من قدام هاد الناس انا ما موافقاش على هاد التوقيت اللي دايرين حيت غنتكرفصوا حنا اصلا مكرفصين غير في هاد جوج مرات اللي كنمشيو ونجيو عاد غنزيدوا 8 المرات في النهار راه بزاف والله بزاف بزاف ما عندناش الوقت عندنا وليداتنا صغار شحال من حاجه ما كل وقت ما كاينش خاصنا نجلسوا ما كاينش فين نجلسوا كتشوف كيما كتشوف غير الشانطي ما كاين لا ما كاين لا كراسي لا حتى شي حاجه ها انت الا بغينا نتسنى ولادنا من يخرجوا خاصنا نجلسوا قدام بيبان ديال الناس عاد نتسناهم يخرجوا واش نقول لك الطلب ديالنا دي خلونا توقيتنا اللي حنا وجابونا حتى رمضان خلونا التوقيت ديالنا اللي حنا فيه دابا ولا يديروا لنا ترونسبور ولا يديروا لنا مطعم المهم يديروا معنا شي حل لهاد الوليدات راه حنا مكرفسين وهما مكرفسين المشكل ديالنا هو حنا جينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا حيت حنا مكرفسين مع وليداتنا بزاف حيت تكرفسوا عندنا 3 كيلومتر تقريبا ديال الطريق وحنا ناس ضعفاء ودابا جابونا حتى وسط السنه وقلبوا لينا التوقيت كيفاش غنديروا الانسان اللي خدام على وليداته كيفاش غدير انا خدام على بنتي ما عنديش شكون اللي غيجيبها ليا شكون اللي غيديها ويجيبها عندنا مشكل ديال الطريق حنا بغينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا ياخذوا لنا حقوقنا والوليدات راه غادي يضيعوا
الطريق بعيده بزاف، وليداتنا غادي يضيعوا لينا، غادي تشردوا لينا. اصلا ضايعين، اصلا ضايعين في القرايه وفي كل شيء، وزادوا عاوتاني هذا التوقيت. حنا كنطالبوا من المسؤولين واللي كيشوفونا ياخذوا لنا حقوق ديالنا، حيت هذا الشيء راه بزاف، راه ما يمكنش. المشكل ديالنا اخي هو التوقيت. التوقيت هذو كانوا دايرين لنا ايامات كورونا، باش بدات كورونا بدا التوقيت هذا. بقاو غاديين على التوقيت هذا، الناس استنسات بالتوقيت هذا. هذا القرار هذا اللي جا على بغته ما ناسبش بزاف ديال العائلات، ما ناسبهمش. باش غادي نبقاو حنايا 8 المرات كنمشيو كنجيو، لا يعقل. الا بغيتي تجيب ولدك هنايا الصباح خصك تبقى عاس عليه هنايا النهار كامل، ماشي 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 معقول. كنطالبوا من المسؤولين، من المندوب ديال وزاره، المندوبيه ديال التعليم، انهم يشوفوا من حال العائلات اللي بعادين، اللي كيسكنوا بعادين على المدرسه ب 4 كيلومتر 5 كيلومتر، ما يمكنش ليهم غادي يبقاو غاديين جايين غاديين جايين، لا يعقل هذا الشيء. حنا كنطالبوا باش التوقيت يبقى التوقيت اللي كانوا دايرين يخليه لنا على الاقل بعدا تدوز هذه السنه هذه على الاقل بعدا، باش الوالدين يستنسوا شويه بالتوقيت هذا، حيت لا يعقل تجي فهمتي على بغته ودير لهم توقيت مغاير على اللي مولفين عليه. في اخر العام وبغى يدير لنا التوقيت ما مسلكناش، حنا عندنا جوج وليدات ما عندناش كيفاش نديرو، بعاد كنوضو مع السبعه تنوصلوا هنا كنوصلوا معطلين، ولادنا كيجيو معطلين ما عندناش كيفاش نديرو، كنرجعوا في الليل وكنمشيو في الليل، راه حشومه هذا الشيء اللي داروا لينا. حنا كنطالبوا يحيدوا لنا التوقيت اللي داروا، يخلوا لنا التوقيت اللي عندنا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.